الكرام، أرحب بكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، نحكي حكايات المدينة ونناقش قضاياها ونعرض شخصيات لها بصمتها في الإبداع. فأهلا ومرحبا بكم، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة نازح الحرب، المأساة الغائبة عن ضمائر الإنسانية، العشار العدني، نكهة الموائد وعصارة التجارب، اختراع يمني يخوض غمار المنافسة عالمياً. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في أولى فقراتنا جولة إخبارية سريعة نعرض لكم من خلالها أهم الأحداث والفعاليات والأخبار التي حصلت في العاصمة المؤقتة. لنتابع. استأنفت مصلحة الأحوال المدنية في مديريات البريق بعدن العمل في إصدار البطائق الشخصية بعد توقف دام 4 أعوام. وخلال عملية التدشين أكد مدير عام المديرية هاني اليزيدي على أهمية استئناف صرف بطائق الهوية، وشدد على ضرورة توفير التسهيلات اللازمة للمواطنين والتدقيق في الوثائق المطلوبة للحصول على الهوية. دشن في مديرية البريق بالعاصمة المؤقتة عدن المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع توزيع الحقيبة الصحية للأسر النازحة والفقيرة. المشروع تنفذه منظمة كير العالمية بتمويل من وزارة الخارجية الفرنسية، ويستهدف 1300 أسرة. وسعت معونات إيوائية على نزلاء مشفى الأمراض النفسية والعصبية بمديرية الشيخ عثمان، وشملت المعونات 52 سريراً و150 طقم ملابس للجنسين، بالإضافة إلى تجهيزات أخرى بتمويل من مؤسسة بنافع للأعمال الإنسانية والتنموية. أوجدت الحرب الكثير من المآسي والمعاناة، يأتي في مقدمتها النازحين، قضيتنا لهذه الحلقة. أكثر من 18% من سكان اليمن انتهى بهم الحال نازحين داخل الوطن وخارجه جراء الحرب التي تدخل عامها الخامس، ولا بوادر لتوقفها كما تشير الوقائع والأحداث. احتياجات النازحين كبيرة جدا. في عدن لدينا 4 تجمعات نازحين كبيرة، وفي هناك تجمعات صغيرة، 8 تجمعات صغيرة. هذه التجمعات والمخيمات للنازحين التركيز من قبل المنظمات، من قبل الجمعيات، من قبل المؤسسات على هذه. ومع ذلك ما زال هناك احتياج في المأوى، احتياج في الخدمات الصحية، حمامات، احتياج في الماء، احتياج كذلك في الغذاء. كانت المشكلة عندنا نزوح كبير في المحافظات الشمالية وبالذات من محافظة تعز والحديدة، وبهذا نحن بدأنا في إعداد قاعدة بيانات للنازحين على مستوى المحافظة من خلال وجود مخيمات نازحين في لحق ومجتمع، وأيضا نازحين في المجتمع المضيق. نحو 4 ملايين نازح وأكثر من 100 تجمع في مدن عدة يفتقرون لأبسط مقومات الحياة كما تقول المنظمات الإنسانية، وتبدو حاجتهم أكبر للسكن وسبل العيش الكريم. المعاناة الحقيقية للنازحين في عدن هم تكمن في النازحين الذين هم في البيوت المستضافين أو المستأجرين. فهؤلاء النازحين معاناتهم على أن هذه المنظمات، هذه الجهات تجد صعوبة في الوصول إليهم. نحن هنا في الوحدة التنفيذية عدن سنذلل كل الصعاب حيث نمتلك قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة بكل النازحين المتواجدين، سواء في يعني التجمعات السكانية اللي مخيمات أو النازحين الموجودين في البيوت. تم تنسيق مع كثير من المنظمات الدولية العاملة في لحج، والتي غطت بشكل كبير على احتياجات النازحين في مجال الغذاء والمأوى والصحة والتعليم، لكن لا تزال المشكلة قائمة في الاحتياجات، لأن النزوح لا زال مستمر وحاجة الناس النازحين مستمرة يوميا، متطلبات الحياة الضرورية بعكس ما هو يكون الإنسان في بيته غير ما يكون الإنسان في عايش على خيمة وعايش على مجتمع مضيق. وكحال النازحين تبدو الوحدة التنفيذية المعنية باحتياجاتهم، فهي وبالرغم من كونها واجهة للحكومة في إدارة هذا الملف الإنساني
لأنها لا زالت تعمل في ظروف صعبة وبالغة التعقيد وبإمكانيات محدودة تواجه التزامات متزايدة، وهمها الأول والأخير تأمين الحقوق الأساسية للنازحين. عدن تحتوي الآن قرابة 13 ألف أسرة نازحة من محافظة الجمهورية، 6500 أسرة من أبناء محافظة الحديدة في عدن فقط نازحين، أكثر من 3000 أسرة من تعز. التحديات هو عدم الحصول على عدم قدرتنا على مواجهة طلبات النازحين خاصة في مجال الغذاء، لأنه عندنا نحن في لحج الغذاء العالمي استهدف حوالي تقريبا 3000 أسرة تقريبا عبر الشريك المؤسسة الطبية الميدانية، يبقى العدد الموجود 5000 أسرة يعني لا نستطيع تغطيتها، إنما بجهد غير مرتب يعني أحيانا عن وجود الداعم يتم تغطية جزء من الناس والجزء الآخر مش شهريا، لأنه الغذاء أصلا عندنا أهم مشكلة نعاني. إضافة إلى ذلك عندنا مشكلة في مجال التعليم، لأنه النازحين شكلوا ضغط كبير على المدارس الموجودة، وفي بعض المخيمات الآن إنشأنا لهم خيام خاصة مثل مخيم الرباط، مدرسة تشكيل مدرسة يعني إنشاء مدرسة موجودة بموافقة الأخ مدير عام مكتب التربية والتعليم الدكتور أحمد سعيد الزعوري. طبعا في معنا مخيم الرباط مخيم المشكافة عدد حوالي 300 طفل يدرسوا الآن بسبب عدم وجود قدرة المدرسة المجاورة للمخيم في استهداف الطلاب، فالآن بتواصلنا مع المجلس النرويجي للاجئين تم اعتماد حوالي 8 فصول دراسية وقد بدأت قراءات المناقصة. تظل المشكلة قائمة في الجانب الصحي أيضا، لأن هناك حالة سوء تغذية معنا وحالة انتشار بعض الأمراض وبسبب التلوث المياه بسبب عدم الاهتمام بالنظافة. جهود الإغاثة المحلية والدولية لا تفي بالحد الأدنى من متطلبات النازحين، وتعامل الحكومة والتحالف مع هذا الملف لا يتناسب مع واقع المعاناة وحجم المأساة، ويلخص إلى حد كبير متاهة الحرب ووهم التحرير. نرحب بالأستاذ نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين باليمن، أهلا ومرحبا بك اليوم معنا أستاذ نجيب. بداية بعد 4 سنوات من الحرب في اليمن، كيف تقيمون وضع النازحين؟ في البداية أهلا وسهلا بكم وبكافة المشاهدين الكرام. حقيقة موضوع النازحين في اليمن هي موضوع كبير جدا، أكبر مما نتكلم عنه. بلغ النازحين في أعداد كبيرة من النزوح، فترة نزوح مستمرة لفترة طويلة، حتى منذ ما قبل الانقلاب كانت هناك أعمال نزوح من محافظة صعدة عمران. اليوم النازحين في كل محافظات الجمهورية أكثر من 18% من سكان اليمن نازحين، فقدوا مساكنهم، فقدوا كل شيء، فقدوا مصادر عيشهم، لا سكن لا مأوى لا مصدر عيش يؤمن الدخل يؤمن طلبات الحياة للنازحين. وضع مأساوي بكل ما تحمله الكلمة، وضع مأساوي بكل ما تحمله الكلمة. رغم كل الجهود التي تقدم لخدمة النازحين إلا أن الوضع مأساوي. ما هي الأهمية للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالنسبة لمد يعني يد العون لهؤلاء النازحين؟ بالنسبة للوحدة التنفيذية أحب أوضح أنه مهمتنا هو عملية تنسيق وتذليل الصعوبات أمام المنظمات الدولية من أجل الوصول وكافة المانحين من أجل الوصول إلى النازحين، تحديد احتياجات النازحين وهي العملية الأساسية، وإيجاد قاعدة بيانات للنازحين وأماكن وأماكن تواجدهم واحتياجاتهم، أيضاً الإشراف والتنسيق مع المنظمات الدولية من أجل إيصال الدعم بعيداً عن العشوائية، بعيداً عن التضارب، بعيداً عن إهدار الأموال المخصصة للنازحين أو المساعدات المخصصة للنازحين. هل لديكم إحصائيات عن عدد النازحين وعدد المخيمات؟ نعم، الإحصائيات لدينا إحصائيات بالتعاون مع الإخوة في منظمة الهجرة الدولية وأيضاً الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة التخطيط والتعاون الدولي. إلى نهاية العام المنصرم كان عدد النازحين قرابة 3,800,000 نازح،
في جميع محافظات الجمهورية، لا يوجد محافظة ليس فيها نازحين، حتى سقطرة إرخبيل سقطرة يوجد فيه نازحين في كل المحافظات. كل النازحين أو أغلبهم 99% من النازحين هم بسبب الحرب القائمة الآن. بالنسبة لأغلب النازحين في المجتمع اليمني لا يحبذون أن يعيشوا في مخيمات، كثير منهم إما أن يعيش في مجتمع مضيف أو يعيش في لدى أقارب أو في البيت الثاني أو يستأجر إيجار. النازحين في عموم الجمهورية يوجد أكثر من 100 تجمع للنازحين، هناك مخيمات كبيرة خصوصاً في محافظة مأرب ولحج وعدن، وأيضاً حجة فيها مخيمات كبيرة للنازحين، عمران أيضاً فيها مخيمات للنازحين. إجمالي التجمعات النازحين يفوق 100 تجمع للنازحين. كيف تقيمون جهود المنظمات الدولية والمحلية إزاء مد العون للنازحين في اليمن؟ حقيقة نحن نثمن دور المنظمات الدولية العاملة في اليمن، خصوصاً تحديداً مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي، هم يقدموا دعم كبير للنازحين، وحتى الدعم الذي يقدم من قبل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة أغلبه يأتي من المملكة ومن الإمارات. جهود جيدة، أنا أراها جهود جيدة، رغم أن هناك في بعض القصور في أعمال التنسيق، في أعمال تحديد الاحتياجات، في عملية القدرة على الوصول إلى النازحين. نحن في الوحدة التنفيذية نطمح إلى أن نردم هذه الهوة في التنسيق، في القدرة على وصول المنظمات ونسهلهم. لا يوجد نازحين في الأماكن المشتعلة بالحرب، بطبيعة الحال النازحين موجودين في الأماكن الهادئة. الهادئة، لكن هناك بعض المديريات يكون فيها صعوبة الوصول، أيضاً عملية عدم سيطرة الدولة على كل الأراضي اليمنية يؤدي إلى صعوبة الوصول، أيضاً سلطة الحوثيين، سلطة الأمر الواقع ميليشيا الحوثي تعرقل أيضاً الوصول، كثير تعرقل وصول هذه المنظمات. أنتم هنا في الإدارة، هل لديكم سلطة على أرض الواقع في اليمن سواء في المناطق المحررة أو غير المحررة لتسهيل عمل هذه المنظمات وإيصالها إلى النازحين؟ نعم، نحن في الوحدة التنفيذية لدينا سلطة ونستطيع نتواصل ونستطيع نسهل أعمال المنظمات، وبدأنا في تعاون مثلاً مع نحن والهجرة الدولية في تحديد أولاً إيجاد قاعدة بيانات للنازحين، واستطعنا نصل إلى كثير معظم محافظات الجمهورية. أيضاً نتواصل مع الهجرة المنظمة المفوضية السامية للاجئين، ووصلنا إلى أماكن كثيرة، ننسق على مستوى 14 محافظة، يوجد لدينا مكاتب وفرق ميدانية، الفرق الميدانية أيضاً في بقية المحافظات يوجد لدينا فرق ميدانية تعمل بشكل أو بآخر. بالنسبة للمنظمات المحلية هل يتم عملها وفقاً للتنسيق معكم؟ المنظمة المحلية أساساً هي المسؤولة عنها، جهة المسؤولية عنها في الوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، هذا من ناحية جهة إشرافية، لكن عملنا بالنسبة للمنظمات للعمل الإنساني الخاص بالنازحين أو العائدين أو المجتمع المضيف، نعم يتم التنسيق ويتم التسهيل لهم ويتم تبادل بيانات وإعطائهم بيانات والاحتياجات وتحديد الأماكن التي بحاجة للتدخل. اليوم ما هي أبرز احتياجات النازحين؟ ذكرتم بأن النازحين في وضع مأساوي، لو نرتب احتياجاتهم الأولوية يعني. وجهة نظري المأوى هو رقم واحد من احتياجات النازحين، ثم يأتي بعد ذلك لابد أن يكون هناك إيجاد فرص للعيش، سبل العيش، بدلاً أن تعطي النازح مبالغ نقدية أو مساعدات هبات ويظل عالة على المنظمات الدولية، يجب أن يكون هناك خطة شاملة لأن يكون إيجاد فرص عمل خاصة للنازح يستطيع عبرها أن يكسب مصدر عيشه، وهذا يأتي عن طريق الإنعاش الاقتصادي
الذي نتوقع أنه خلال السنة هذه سيكون هناك انعاش اقتصادي كبير وستوفر فرص عمل للنازحين إن شاء الله. نعم نرجو ذلك. يقال بأن هناك من يسرق الغذاء من أفواه الجوعى، هكذا عبرت منظمة الغذاء العالمي عن الوضع في اليمن، ما مدى مصداقية هذه الكلمات أو هذه العبارة؟ هذه منظمة الغذاء العالمي تكلمت وهي كانت أفضل منظمة من حيث الشفافية ومن حيث مكاشفة الناس بما يحصل، وتحدثت بعد أن اكتشفت اتضح لها أن جماعة الحوثي تقوم بالسطو على السلل الغذائية الحصص الغذائية التي توزعها منظمة الغذاء العالمي سواء في جامعة صنعاء أو في مؤسسات تابعة للحكومة لمؤسسات الدولة. حقيقة يتم سيطرة جماعة الحوثي على الغذاء سواء عن طريق نهب بطرق متعددة، إما عن نهب المساعدات بشكل مباشر أو بتوجيه المساعدات لما يخدمها أو حرمان المساعدات عن أشخاص معينين، يعني عندما يجد هذا يمنع الوصول إلى مناطق أو إلى جهة معينة، هذا يعتبر سيطرة أو سطو أو سرقة للمساعدات. نحن لا ننكر أنه جماعة الحوثي تسرق الغذاء والمساعدات، ونشد ونشيد بموقف برنامج الغذاء العالمي وندعو بقية المنظمات للتحدث بنفس الشفافية. هل تصلكم تقارير حول وجود يعني أيادي عبثية بالإغاثة أو بإغاثة النازحين، وما هو موقفكم إذا كانت تصلكم هذه التقارير؟ تصل تقارير، تصل شكاوي ببعض العبث. طبعاً التقارير ليس أو الشكاوى التي تصل نأخذها، نحن بنأخذها في عين الاعتبار، لكن أغلبيتها تكون غير صحيحة يعني في الغالب. إذا حصل هنا أو هنا اختلال نبلغ الجهات المنظمة وتتجاوب معنا. حقيقة عملية سرقة أو الفساد في العمل الإنساني لا أعتقد أنه عمل منظم، وليس بموافقة المنظمات المحترمة الكبيرة لا تتقبل هذا الرأي والعمل، وإذا وصل لها أي شيء أو وصلنا لها أي شيء فيتم التجاوب. يعني ما هل لديكم إحصائية بما تقدمه المنظمات الدولية من معونات؟ المعونات عادة لا تخص النازحين فقط، وإنما تخص الشعب اليمني كاحتياجات إنسانية بشكل عام بما فيها في كل المجالات والقطاعات، المياه، الإصحاح البيئي، الغذاء، التغذية، الصحة. في العام المنصار العام هذا 2019 كانت متطلبات الخطة الاستجابة الإنسانية 4 مليار و200 مليون دولار، إلى الآن توفرت منها 2 مليار و800 مليون دولار. كيف تقسم هذه الأموال؟ يعني من هو له الأولوية؟ هل النازحين أم فاقدين الأعمال؟ هي تقسم وفق الاحتياجات، يتم عمل دراسة مسبقة، مسح مسبقة بحسب القطاعات الذي هي الإيواء، الغذاء، الصحة، التعليم، تحديد الاحتياجات والأولويات، ثم يتم الصرف بناء على ذلك. يعني بناء على ذلك طبعا يتم الصرف وتوجيه الدعم وفق دراسات مسبقة وليس أمر عشوائي، وأيضا ليس أمر طارئ يعني ردود أفعال. صحيح هناك برنامج يسمى برنامج الاستجابة الطارئة، هذا يقدم للنازحين الذي أو الحاجة الذي أنشئت الآن، لكن بشكل عام لابد من عمل خطط وبرامج ويكون الدعم موجه وفق برامج خطط معينة مسبقة. اليوم ما هي أبرز التحديات والمعوقات التي تعيق عمل الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين؟ حقيقة المعوقات كثيرة، أبرزها يعني إلى الآن هو الجوانب المادية، توفر الجانب المادي الدعم الكافي للوحدة التنفيذية لتمارس نشاطها الكامل. أيضا من التحديات أن بعد الانقلاب تحللت مؤسسات الدولة، لأن نحن الآن ننشئ مؤسسات جديدة، هذا يعني يستغرق مننا جهد ووقت وإمكانيات كبيرة من أجل العودة، بدلا أن نسخر جهودنا في أو وقتنا لخدمة النازح وخدمة الأمور النازحين يستغرق مننا، يأخذ مننا جهد
من أجل بناء إعادة البناء المؤسسي وتوفير الكادر الطاقم. ماذا عن دعم الحكومة والدولة لكم؟ حقيقة في السابق لم يكن لدينا أي دعم ونعمل بجهود ذاتية. الآن في هذا العام 2019 فضل دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك مشكور بتوجيه باعتماد موازنة تشغيلية للوحدة التنفيذية، وهي الآن في طريقها إن شاء الله، ونتلقى دعم سواء مادي أو معنوي من دولة رئيس الوزراء. حقيقة شكل لنا فارق كبير هذا الدعم المعنوي أو المادي بتوجيهه باعتماد موازنة وإدراجها ضمن ميزانية الموازنة العامة للدولة لعام 2019. اليوم ما هي أهم أولوياتكم في المرحلة المقبلة لدعم النازحين؟ أولوياتنا بالنسبة لدعم النازحين أو للوحدة التنفيذية بشكل عام، أولوياتنا أولاً إعادة البناء المؤسسي للوحدة نفسها. فبدون بناء مؤسسي وبدون طاقم وبدون كفرق عمل موجودة لا نستطيع أن نعمل، هذا أولاً، وعملنا سيكون هباء. لذلك نحن مركزين أولاً وقبل كل شيء بناء المؤسسي، وبالترافق مع تقديم الخدمات للنازحين. أيضاً الأولوية الثانية هي أننا نجعل من إيجاد فرص عمل للنازحين أولوية لدى المنظمات. أستاذ نجيب، في الوقت الذي لا يجد فيه الإنسان غير النازح فرصة عمل، يعني فرص العمل باتت شحيحة في ظل وضع الحرب الذي تعيشه اليمن، كيف يمكن أن تجدوا فرص عمل للنازحين؟ فرص عمل عن طريق إنعاش اقتصادي مثلاً. أليس الإنعاش الاقتصادي مرتبط بالاستقرار؟ الاستقرار نعم مرتبط بالاستقرار، مرتبط بالأمن، مرتبط بتواجد الدولة. لذلك نحن نقول أنه إعادة البناء المؤسسي هو الأولوية سواء لنا أو لبقية المؤسسات الدولة. وزارة التخطيط والتعاون الدولي قبل أيام عملت ورشة عمل كبيرة حول تحديد الأولويات، وكان أولى الأولويات للحكومة اليمنية هي إعادة البناء المؤسسي. لكن مع ذلك نقول رغم كل التحديات، نقول يجب أن لا يكون النازح عالة، ويجب أن يعيش ويقتات بجهد، ويجب أن يقدم له، لا نقدم له صدقة ولا نقدم له، يجب أن يوجد فرص عمل ويوجد حقه في فرصة العمل. طبعا هذا لا يعني أننا لا نقدم له خدمات، لا نقدم له تغذية، لا نقدم، لا، لابد أن يقدم وقدم له كافة الاحتياجات ومساعدته في الحصول على العمل. أيضا أريد أن أؤكد للنازحين في كل المحافظات أنهم عندما يتعاملوا مع المساعدات التي تقدم لهم، أنا أقول لا يقدم لهم كأنهم صدقة، هذا حق من حقوقك، حق من حقوقك أنك تحصل على غذاء، حق من حقوقك أنك تحصل على مأوى يحفظ خصوصيتك ويحفظ كرامتك، حق من حقوقك أنك تحصل على تعليم أبنائك يحصلوا صحة، هذا حقهم سواء منك حكومة شرعية أو من المجتمع الدولي والأمم المتحدة. فلذلك لا يتعاملوا، أنا يعني يتعاملوا بكل شموخ وكل، ولا يستجدوا أحد، لأن هذا من حقوقه حق كفيله كافة القوانين الإنسانية الدولية والقوانين المحلية، يعني يحصل الإنسان على الغذاء والدواء والسكن والتعليم. فهذا ما وجهنا للإخوة النازحين. ختاماً الأستاذ نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، شكراً جزيلاً لك على هذا اللقاء. شكراً، شكراً لكم. صناعة العشار صنعة عدنية قديمة، وحيث يضفي العشار مذاقاً إلى الأطعمة يفضله الكثيرون. العشار حكاية لهذه الحلقة. من بين المدن اليمنية اشتهرت عدن منذ القدم بصناعة وتحضير العشار أو ما يعرف بالمخلل الحمضي وتسويقه محلياً كمحسن لمذاق الأطعمة. ارتبط العشار بثقافة المطبخ العدني كموروث متداول وصنعة عدنية خالصة
ارتبطت بإرث المدينة الخالدة. صناعة العشار تعتمد بدرجة رئيسية على الليمون والثوم والفلفل الأحمر والملح والماء والحبة السوداء والخل الطبيعي المستخلص من شجر البهش التي تشتهر به منطقة الحسوة في عدن. إعداده تتم بعد غسل حبات الليمون جيداً وقطعها بشكل رباعي من غير فصلها لتتخذ الليمون شكل الوردة. توضع كمية وفيرة من الملح الصخري داخل الليمون وبداخل كل ليمونة حبة ثوم. يتم وضعها في وعاء محكم الإغلاق لمدة شهر تقريباً إلى أن يتغير لون الليمون مشكلة عصارة فاتحة للشهية تسمى العشار. صناعة العشار من المهن المدرة للدخل وتعتمد على بيعه الكثير من الأسر العدنية لتغطي ولو بشيء يسير متطلبات العيش الكريم. للعشار نكهات مختلفة ومذاقات متعددة، فهناك العشار السادة والمخلل والمشكل، إضافة إلى عشار بالمانجا والليم والجزر ومخلل بالخيار أيضاً. العشار المائدة العدنية بشكل دائم ولا يكاد يفارق الوجبات أو تخلو منه المطابخ، لما له من مميزات تضفي على المأكولات نكهة حامضة تحفز شهية المتذوقين. اعتادت الأسر العدنية تقديم العشار مع وجبة الغداء بشكل دائم، حتى خارج الوطن تحرص الكثير من العائلات على وجوده ويعد من الهدايا المفضلة بالنسبة لكثير من المغتربين. كامل عبد المجيد شاب يمني مهتم بالاستثمار البيئي، يسعى لتمثيل جامعة عدن في إحدى المسابقات العالمية. وجه المدينة لهذه الحلقة. عبد المجيد مهندس يمني يستعد لتمثيل اليمن في مسابقة عالمية للاختراعات بعد أن حقق نجاحاً محلياً وفاز بالمركز الأول في معرض وطني للاختراعات. دخلت في برنامج اسمه Health Prize International،
هذا هيلث برايز تم تأسيسه في أمريكا في عام 2009 من شخص اسمه أحمد الأشقر، وتم تبنيه من الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية اللي هو بيل كلينتون. والآن إلى اليوم هذه المناسبة العاشرة في هذه المسابقة، والمرحلة الأولى على مستوى جامعة عدن تم اختياره أفضل مشروع للتمثيل جامعة عدن محافظة عدن في المسابقة. طبعا من شروط قبول هذه المسابقة يكون مشروع استثماري ناجح، له دراسة جدوى، له تفاصيل مكتملة، يقوم بتوظيف 1000 موظف كل سنة. يعني لدخول المسابقة هذه لازم تكون عندك شروط مكتملة، اللي هي 1000 موظف كل سنة، على مدى 10 سنوات نكون وظفنا 10,000 شاب عاطل عن العمل. فاستوفيت الشروط هذه ودراسة الجدوى للمشروع، فقدمتها، تم اختيار مشروعي، والحمد لله اجتزت المرحلة الأولى. كامل مهندس مهتم بالاستثمار البيئي، كما يحلو له تسمية نفسه. تقوم فكرة مشروعه الذي ينافس فيه عالمياً على إنتاج وقود للطاقة من زيت الطبخ، وفعلاً أنتج وقود صديق للبيئة واختبر فاعليته بنجاح. في 2016 تم تنفيذ أو نفذ مشروع اسمه Green Idea للاستثمار البيئي. هذا مشروع Green Idea فكرته أجت يعني بأخذ كل ما يخص البيئة وتحويلها إلى استثمار مالي وتوظيف الشباب والعاطلين عن العمل. أول مشروع قمت فيه به ونفذته إلى الأخير، وانتجت فيه به 1065 لتر، اللي هو عبارة عن ديزل حيوي، معمل متكامل بمواصفات عالمية، قدرة إنتاجيته 2000 لتر، لكن تجربة أولية انتجت 1065 لتر وكانت العملية ناجحة. كان عندي مختبر بسيط كمان متواضع، عملت بفحص المنتج فكانت مواصفاته حسب المعايير العالمية وجودة جدا عالية، تدخل في استخدام المحركات والمولدات وغيرها من الأشياء. جودته تعتبر مقارنة بالديزل النفطي، الديزل الحيوي أفضل بكثير من نواحي كثيرة، من النواحي البيئية صديق للبيئة، من نواحي اقتصادية فهو موفر بشكل كبير جدا نيابة عن الديزل النفطي. مثل بسيط، يعني في كمية معينة بدل ما نقود 130 كيلومتر أو 100 كيلومتر نقود بالديزل الحيوي 180 كيلومتر، ما يعادل تقريبا 70% 50-70% اقتصاد. كمان من الأمور المميزة إنه الفيسكوسيتي حق اللزوقة عالية، فيعطي عمر أطول للمحركات ومور بيرفورمانس، أداء أفضل. طيب هذا بالنسبة للمشروع، لكن للأسف توقف المشروع لعدة أسباب. واحدة من الأسباب كانت الموارد المالية، يعني عشان تحويل المشروع بشكل كامل إلى استثمار مالي تقريبا محتاجين من 40-50,000 دولار. صحيح أن المعمل متكامل، لكن في مواد كيميائية لازم نستوردها من الخارج وتفاصيل كثيرة. في 2017 اختير مشروع كامل ضمن 30 مشروعاً حول العالم كأفضل الاختراعات الشبابية، وفي 2018 فاز بالمركز الأول في المعرض الوطني الأول للاختراع الذي نظمته جامعة عدن بمشاركة 133 مشروعاً من مختلف المدن اليمنية. دخلت في منافسات محلية وعالمية في 2017. في 2017 تم اختيار مشروعي واحد من أفضل 30 مشروع حول العالم في برنامج اسمه Young Champions of the Earth. وبعد هذا البرنامج دخلت في 2018 في المعرض الوطني للاختراع والإبداع. هذا المعرض الوطني للاختراع والإبداع تحت رعاية وإشراف يعني كامل من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، وأيضا رعاية جامعة عدن. وأقيم هذا المعرض
في الحرم الجامعي في خور مكسر بحضور 133 مشارك من عموم الجمهورية من جميع المحافظات، من الشباب، من طلاب ثانوية، من جامعيين، من أساتذة ومحاضرين وموظفين في عدة مجالات وعدة شركات خاصة وحكومية. يعني كان الإقبال كبير جداً، 133 مشارك من متخصصين وطلاب وغيرهم. الحمد لله نلت الجائزة الأولى، جائزة الرئيس الأولى، وكمان كانت في جائزة ثانية نلتها المركز الأول، الميدالية الذهبية في مجال الطاقة البديلة. يقول المهندس كامل عن مشروعه بأنه ثمرة جهد مضني من العمل والتجارب، وما يميزه أكثر قابلية تنفيذه خلافاً للكثير من الاختراعات التي لا ترقى إلى مستوى التطبيق، فضلاً عن كون مشروعه تنموي ويوفر الكثير من فرص العمل. المرحلة الإقليمية بتكون في مصر. هذه المرحلة الإقليمية بتكون منافسة بينه وبين تقريباً 50 شخص أو 50 فريق من حول الإقليم. وبعدها المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة هي بتكون في لندن بريطانيا، اسمها الأكسلريتر. إن تجاوزت المرحلة الثانية اللي هي مصر، مع العلم أنه مشروعي يعتبر من أفضل مشاريع وقد تحصل واحد من أفضل 30 مشروع في العالم سابقاً في 2017، لو تجاوزت المرحلة الثانية فبننتقل إلى لندن أنا وفريقي. لندن هذه اسمها أكسلريتر، برنامج اسمه أكسلريتر، 6 أسابيع تدريب متكامل لمدة 8 ساعات، عبارة عن 280 ساعة في إدارة المشاريع، اسمها مدرسة بيزنس سكول. هذه تكتف ويعني تصلح كل خطأ في المشروع بحيث أنه يدخل إلى المرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة هي بتكون في بوسطن في أمريكا، المنافسة الأخيرة بين 25 فريق، 25 فريق هذا من أنحاء العالم بتنافسوا على الجائزة الكبرى واللي هي $1,000,000. المليون دولار هذه وبإشراف من الهيلث برايز ومباشرة من الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية بيل كلينتون، بتكون إشراف كامل تقديم المبلغ كجائزة، وبعدها إشراف على المشروع كامل وتنفيذه. وعلى الرغم من أهمية المشروع وتجربة المنافسة عالمياً، إلا أنه لم يلقى الاهتمام والدعم اللازم، ويشكو المهندس كامل وفريقه من عدم تفاعل الجهات الرسمية واعتذارها عن تحمل نفقات السفر، متذرعة بعدم وجود ميزانية في الوقت الذي يذهب ويجيء فيه كثيرون تحت مظلة المعرفة والوساطة. عانيت مشكلة لتقريباً 30 يوم يمكن أكثر، جالس أتابع على بدل سفر أنا وفريقي، معي 2 طلاب مبدعين أو ممتازين جداً في كلية الهندسة، واحد في قسم بحرية، واحد قسم إنتاج. هذا فريقي وأنا نشتي نطلع مصر، واللي طلعت مصر عارفين بدل سفر تذاكر وغيرها. فقدمت رسالة إلى رئيس جامعة عدن الخضر لصور، وتجاوب معي بشكل ممتاز جدا، إلا أن الميزانية لا تسمح. فحول رسالة إلى المحافظ ورسالة إلى رئاسة الوزراء الدكتور معين عبد الملك، لكن برضو للأسف أجالي رد أنه لا توجد ميزانية في المحافظة منذ 7 أشهر، والميزانية المخصصة في رئاسة الوزراء فقط لأمراض السرطان وهشاشة العظام. يعني مشروع مثل هذا، وأنا ممثل لعدن، فريقي ممثل عدن، جرين آيديا، هذا مشروع ضخم جداً، إنتاج ديزل له مستقبل، يعني ليش ما يكونش هو، يعني ليش ما تكون الدولة بكاملها داعمة للشباب، داعمة لمثل مشروعي؟ نحن رايحين نمثل عدن، سواء اجتزنا المرحلة الثانية ولا ما اجتزناها، نحن اسمنا بيتسجل في الأمم المتحدة، في الأمم المتحدة بيكون مسجل، هذا الفريق وصل إلى المرحلة الثانية أو الثالثة أو الرابعة وكان مشروعه كذا كذا، فيتثبت الاسم. الدولة لازم كلها تتبنى المشروع هذا إلى النهاية،
مش فقط ندخل منافسات، يعني لازم تتم تكملة تدبية المشروع وتوصيل المشروع إلى نهايته الاستثمارية، بحيث أنه كثير من الشباب يتوظفوا، كثير من الشباب يلاقوا يعني مصدر داعم بحيث أنه يعني يقدروا يتوظفوا ويشتغلوا، تكون لهم إبداعات نساعدهم فيها. فيا ريت الدولة تهتم للموضوع أكثر في هذا الشأن. إلى هنا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل، وإلى اللقاء.